شخصيات دخلت قلوبنا من بواب واسعة وبعدها بترجع عبالنا من زواريب الحنين الضيقة. نتذكر طريقة حياتها، تناقضاتها وأحلامها يلي كانت موجودة، أثروا فينا وصاروا جزء من ذاكرتنا، هالذاكرة يلي مرتبطة بمشاعر الحب والكره والفرح والزعل، لحتى وصلنا لأوقات تغطينا فيها الشاشة وصارت الشخصية جزء منا، ولليوم بعدنا منتذكرن ورح نتخيل وين صاروا. شخصية اليوم بوين صاروا شخصية كتير جدلية أثارت الكثير من التساؤلات حواليها، وخاصة أنه كانت عم تعيش حالة الاسترجال وسط مجتمع الإناث وتحديداً ضمن أجواء المدارس. شخصية نضال يلي لعبت دورها الفنانة الكبيرة سلافة معمار رح نفترض وجودها على أرض الواقع وتخيلات الناس حواليها وعنا في حال كانت موجودة شخصية بيناتنا وبحياتنا اليومية. خلينا نفترض الناس كيف رح يفترضوا ويشوفوا هاي الشخصية كيف عم تعيش وكيف عم تأدي حياتها سوا وين صاروا. يلا سوا. حاضر أشواك ناعمة؟ أي حضرانة أشواك ناعمة، مسلسلات الجميلة بالزمن الجميل للأمانة. أهلين وسهلين بأبو النضل، نورت. شخصية نضال. إيه سلافة ماما. تمام. في حال كانت على أرض الواقع وين صارت اليوم؟ بالمجتمع موجودة. كثير من الصبايا صارت تتقمص هاي الشخصية لحتى تواجه الحياة الصعبة اللي صارت لها. هلا هي يا احتمالاً يا مثل ما قلت بتحب، وهي أما بتشتغل شغلة يعني للصبيان أكتر. يعني عرفت شلون؟ تكون شوفير تاكسي مثلاً؟ لا مو شوفير تاكسي، يعني مثلاً بشي بمحل مثلاً أو بالمطعم قرسوم، بمطعم قرسوم كافيه هيك يعني. شيء يتعلق بمهن الرجال أكثر من النساء. صارت عندهم المجتمع يعني انه هلا صار كله بده يعمل نفس الشخصيه، ما كبرت دائره علاقاتها مثلا انه تضل بنفس شخصيتها. نضال غير اسمها، هي كانت اخذه من شخصيه الشباب اكثر من شخصيه البنات. شخصيه نضال هلا في هالواقع مع العالم وين تروح، اتوقع هي رح تنجح، يعني هي رح تنجح برجوليتها او لا بكاركتر بقوتها برجوليتها في هذا المجتمع. ها اليوم بتحتاج الصبيه انها تكون عندها هاي الرجوليه، اسمها مثل نضال يعني. نضال اوفر، تحافظ شوي على الانوثه يعني. اليوم نضال كانت اوفر كثير، يعني مثلا شريك حياتنا او مثلا ابونا او اخونا ما قدر ياخذ دوره صح، انا فاضطر اني احيانا اني اخذ دوره بعض الاحيان يعني، وكون قويه قد حالي يعني، فراح يقولوا عني مسترجة طبيعي يعني. وقت انعجبت بشاب وحبيته فهي تغيرت. كله حليان يا درسان، شو هاد؟ صرنا بنات وصرنا نلبس نساوي شعرنا. ما شفت بآخر المسلسل بس حبيت صارت أنثوية. بس تحب البنت وترجع لأنوثتها؟ ترجع لأنوثتها. إذا وضعها السابق بعد قبل ما تتغير للأمانة، هون صارت الممثل العالمي إلها للأمانة، صار كل دول الناس عم تحكي فيها، اللي بنسميها بين قوسين المثلية. بس للأمانة هي كانت شخصيتها اضطرابات، بس مجرد اضطرابات، هي تعالجت مع الوقت، تعالجت رجعت لطبيعتها. كله عم بيعمل حاله ابو النضل بس على الفاضي. لك ليش عم يضحكوا؟ بيتم في شيء بأنوثة البنت ما بتتغير. الشغلات اللي ممكن تغيرها، اول شيء كل ما تكبر بيتغير تفكيرها، هي اول شغله. ثاني شغله ممكن الحياه الجامعيه، ممكن حياه الشغل، او حتى اي حدا ياثر فيها. يعني في انكسارات صارت معها بالحياه هي الشخصيه، يعني اكيد يعني لا قدرت تكون انثى بايمان الانثى لانه هي بدها تعتمد على حالها. اكيد هي لما وصلت لمرحله انه تتعامل بصبيانيه لاسباب خاصه واسباب نفسيه واسباب اجتماعيه، فهي لا قدرت تكون انثى ولا قدرت تكون رجل، فهي تاهت يعني. انا تقبلت بالنسبه لي بالنهايه هي انسان، ما لي عندها ما بعرف الظروف اللي وصلتها لهون، بس انه كتقبل كامل مثل صبيه طبيعيه لا، اكيد لازم يكون في شويه. ضل تشوفها بالنضل يعني؟ تقريبا بشوفها بالنضل، الله حيه واهلين وهيك. اي طبعا يكون عندي هيك رفيقه ما بدي اسو. شو السبب؟ اسو مثل مغافر الرجال يعني.
آراء مختلفة مشاهدينا رصدناها اليوم من الشباب والصبايا حول شخصية نضال. على الصعيد الشخصي أسباب كثيرة ممكن توصل الصبية لحالة أو شخصية نضال على أرض الواقع، منها متطلبات الأسرة، متطلبات الأهل ببعض الأوقات، أو الظروف اللي ممكن تقطع فيها أي صبية. شخصية جديدة وين صارت من الدراما السورية رح نفترض وجودها على أرض الواقع بالحلقة القادمة. سلامات.